ازيكم يا اصحابي، النهاردة هناخد مع بعض نشيد جميل بعنوان الله القدير. تعالوا مع بعض نقرأ النشيد ونفهم كلماته. أشرق الصبح على الدنيا سناه، وسقى الروض رحيقا من نداه، الندى من فيض من، والضحى من نور من، إنه الله القدير. يعني ايه يا اصحابي الكلام الجميل ده؟ معنى الكلام ان الصبح بيطلع وبينور على الدنيا بنوره، وبيروي الحدائق رائحة جميلة من قطرات الماء بتاعته. وبنسأل وبنقول، هو قطرات المية اللي بتنزل الصبح دي اللي هي الندى، من عطاء مين ومن فضل مين؟ والضحى اللي هو نور الصباح ده من نور مين؟ طبعا يا أصحابي ربنا عز وجل القدير، يعني القادر على كل شيء، هو اللي بيدينا الندى والضحى وبيدينا كل شيء. طب تعالوا ناخد بقى معاني الكلمات. أشرق معناها طلع وأضاء، وسناه معناها ضوءه ونوره، سقى معناها روى، رحيقا الرحيق يا أصحابي هو الرائحة الطيبة، نداه الندى يا أصحابي هي قطرات الماء اللي بتظهر في الصباح، فيض معناها عطاء وفضل، الضحى اللي هي فترة الصباح اللي هي فترة ما قبل الظهر، وكلمة القدير معناها القادر على كل شيء. تعالوا بقى كده يا أصحابي نشوف مع بعض التدريبات. التدريب بيقول أكمل بالكلمة المناسبة مكان النقط. الصبح سقى نداه الدنيا، عايزين نحط الكلمة المناسبة في المكان الخالي. أشرق نقط على نقط سناه، ونقط الروضة رحيقا من نقط. السؤال به، تخير الصواب مما بين الأقواس. معنى سناه، هل هي حرارته ولا نداه ولا ضوءه؟ ومضاد الشروق، كلمة الغروب ولا الضحى ولا الفجر؟ ومفرد الروض، الحديقة ولا الرياض ولا الروضة؟ ها يا أصحابي عرفتوا الإجابات؟ تعالوا مع بعض نشوف إجابتنا. السؤال الأول، أشرق الصبح على الدنيا سناه، وسقى الروض رحيقا من نداه. شطار يا أصحابي وحفظتوا النشيد بسرعة. طب السؤال به، عايزين نختار الإجابة ما بين الأقواس. معنى سناه، شطار، ضوءه. ومضاد الشروق، طبعا الغروب. ومفرد الروض، أكيد الروضة. شطار يا أصحابي، كده نكون شرحنا الدرس وحلينا تدريباته، وأشوفكوا على خير إن شاء الله المرة الجاية.